اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف محتوى من الفيديوهات الموجود على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. متابعي القناه على اليوتيوب طلبوا رايي في منتجين من منتجات ادويه التخسيس، وهما سليم مانيزر اقراص ومنتج إليت كبسولات. الفيديو ده يا جماعه انا عملته مخصوص لانه حاليا بيتم عمل دعايه كتير عليهم بانهم افضل واقوى حبوب للتخسيس وحرق الدهون. هنعرف تفاصيل المنتجين بالتفصيل بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه والتخسيس. دكتور، ايه هي سليم مانيزر كبسول؟ الدعايه يا جماعه بتقول عليها ان هي افضل حبوب للتخسيس وحرق الدهون، تقدر تخسسك 30 كيلو في شهرين، يعني خلال 60 يوم. بيقولوا ان ليه قدره لتخسيس البطن في اقل من شهر وبالتجربه. طبعا كل الناس بتسال هو مرخص ولا لا، هو مرخص من وزاره الصحه شركه كوباد. لما جينا كلمنا المبيعات اونلاين يا جماعه، هو مش متوفر في الصيدليات غير في الصيدليات الكبيره، لقينا ان هو بيقول لك لا، ده هو بيخسسك مع يقظه ونشاط بمكونات طبيعيه. كمان يا جماعه بيشتغل على سد الشهيه وحرق الدهون والكربوهيدرات والسعرات الحراريه. لما تواصلنا معاهم واكدنا هل ليه اي اثار جانبيه ولا موانع استعمال، قال لك لا، هو مكون من مكونات طبيعيه، المواد اللي فيه كلها طبيعيه. طريقة الاستخدام ايه يا جماعة؟ قالك هتاخد 2 كبسولة مرة واحدة يوميا مع الاكل. السعر ايه يا جماعة بتاع العلبة؟ قالك سعر المنتج 300 جنيه، علبة فيها 3 شرايط يعني الشريط ب 100 جنيه. طيب يا جماعة، ايه حقيقة المنتج؟ المكونات اللي موجودة فيه خلاصة حبوب البن الاخضر، فيها حوالي ما لا يقل عن 50% حمض الكلوروجينيك، فيها كافيين بنسبة 3%، فيها بنسبة 45% مادة الإيبيكاتي جلو كاتيكين جليت، المادة دي الموجودة في الشاي الأخضر. بالإضافة يا جماعة أن هي موجودة أصلا فيها خلاصة أوراق الشاي الأخضر المجففة بما لا يقل عن 98% البوليفينول و 75% كاتيكين. كمان يا جماعة حاطين فيها خلاصة جارسينيا كامبوجيا بما لا يقل المحتوى بتاعها عن 50% من حمض الهيدروكسي سيتريك أسيد. المواد غير الفعاله اللي محطوطه، محطوط فيها دقيق الارز، وبالتالي ما تنفعش اخدها يا جماعه مع الصيام المتقطع مع انظمه الكيتو دايت. موجود فيها اكسيد السيليكون، موجود فيها الجيلاتين، موجود فيها المغنيسيوم استيارات. طيب بالنسبه للاثار الجانبيه الحقيقيه اللي اعتمدناها من الناس اللي جربت المنتج يا جماعه، بيعمل قلق، بيعمل توتر، بيعمل اضطرابات في النوم، بيعمل اضطرابات في ضربات القلب، بيعمل ارتفاع في ضغط الدم. موانع استعماله، الحمل في الرضاعة ما ينفعش نستعمله، الأطفال أقل من 18 سنة، مرضى القلب، الضغط، السكر، الكبد، الكلى، ما ينفعش يا جماعة يستخدموا أبدا هذا المنتج. نيجي بقى لمبدأ الاستغلال. السعر طبعا مبالغ فيه جدا. أقرب منتج فيه مكوناته وموجود في الصيدليات يا جماعة، علبة فيها 3 شرايط ب 57 جنيه، هي علبة التوب جينج. كمان يا جماعه الكروماكس اصلا اللي فيه ماده الجارسينيا كامبوجيا اللي احد المكونات بتاعه سليم مانيزر، عايز اقول لكم يا جماعه ان العلبه فيها 6 شرايط ب 79 جنيه. المفروض ان انا لو همشي على كلامه على الكورس همشي شهرين، يعني هحتاج بالظبط لو انا هاخد كبسولتين في اليوم هحتاج 4 علب، يعني انا هاخد الكورس منه ب 1200 جنيه، في حين ان المكونات اللي موجوده رخيصه جدا. يعني انا لو خدت الكروماكس وشربت شاي اخضر وقهوه خضراء كاني اخدت المنتج بالظبط. طيب النتائج الحقيقيه بتاعه المنتج، هل يمكن التخسيس بالمنتج ده بدون رياضه او عمل نظام غذائي صحي؟ لا يا جماعه، النتائج بتاعته الحقيقيه مع عمل نظام غذائي صحي من 5 ل 7 كيلو في الشهر، اللي هو من الاخر انت لو عملت نظام غذائي صحي انت هتخسهم لوحدك. للأسف كل ما أراه من مشاركة للتجارب لهذا المنتج هو دعاية للشركة وليست تجارب حقيقية.
نيجي يا جماعه للمنتج الثاني اللي هو منتج إيليت، حبوب التخسيس اللي بيعلن عنها ان هي الحبوب المعجزه والمذهله وقنبله الحرق، وتقدر تقلل لي الشهيه بنسبه 100%. الدعايه يا جماعه بتقول ان هي بتسرع حرق الدهون الزايده وبتدي لي الجسم الحيويه والطاقه، لذلك بيوصي بها خبراء التغذيه والاطباء، ويوصي بها علشان خاطر نوصل لحلم الرشاقه وخساره الوزن الزائد. العلبة يا جماعة مكتوب عليها بالنص اخسر 15 كيلو من وزنك في الشهر. طبعا الكلام ده كله بيتم الوعد بيه للناس بدون رياضة او نظام غذائي، ولذلك بيوصوا بها بشدة كأقوى منتج تخسيس في مصر والشرق الاوسط. لما جينا سألناهم في الدعاية يا جماعة والمبيعات، قال لك ان هو بيشتغل على نحت القوام وإزالة السمنة الموضعية اللي موجودة في الدراعات، في الصدر، في الجزء العلوي، البطن، الجناب، والجزء السفلي من الجسم. كمان بيعمل إزالة للدهون المتراكمة والقضاء على الترهلات والشحوم الزايدة في الجسم ومقاومة الشهية المفرطة للطعام. كمان قالوا لنا ان هو بيحسن اداء الدوره الدمويه ويقلل ال LDL او اللو دينس لايبوبروتين اللي هو الكوليسترول السيء، وبيزود كفاءه الجهاز المناعي، وبيساعدك في النهايه يا فندم انك انت تكتسب الوزن المثالي في وقت قياسي. عند التواصل مع اداره المبيعات اونلاين يا جماعه قالوا لنا ان السعر 485 جنيه وبيتباع في السعوديه بسعر 180 ريال سعودي. العلبه فيها 30 كبسوله. لما جينا سالناهم هل ليها اي اضرار، قال لك لا، لان هي مكونه من مكونات طبيعيه. الجرعه بتاعتها كام يا جماعه؟ قال لك الجرعه هتاخدها كبسوله الصبح قبل الفطار بنص ساعه. طيب النتائج بتاعتها؟ قال لك لو عايز نتائج سريعه ممكن تاخد كبسوله تانية قبل العشاء. العلبه يا جماعه انتاج شركه هيربال ماجستيك بماليزيا. طب امتى يا جماعه تظهر النتيجه بتاعتهم؟ على لسان اداره المبيعات قال لك من اول اسبوع. ولكن ما هي حقيقه المنتج؟ المكونات اللي لقيناها في العلبه يا جماعه، اللي كارانتين 200 ملي جرام، ودي زي ما قلت لكم قبل كده مرارا وتكرارا الابحاث الطبيه والرياضيه ما زالت متحفظه على استخداماتها في مجال التخسيس. هحط لكم لينك فيديو قديم ليا عن تفاصيل هذه الماده اسفل الوصف بتاع الفيديو. تاني حاجة فيتامين سي يا جماعة بتركيز 100 ملي جرام، اللي هو لو الواحد شرب ليمونة الموضوع أخدت ال 100 ملي جرام من فيتامين سي. مادة الجارسينيا كامبوجيا ال 150 ملي جرام، ودي قلت لكم يا جماعة موجودة في علبة الكروماكس اللي فيها 6 شرايط ب 79 جنيه متوفرة في كل الصيدليات. في مادة الشيتوزان قلت لكم الشريط بتاعها ب 23 جنيه وعملت عليها فيديو قديم ليا، هحط لكم اللينك بتاعه أسفل الوصف بتاع الفيديو. كمان يا جماعة الكروم بجرعة 100 مايكرو جرام، قلت مرارا وتكرارا ان الكروم يا جماعة ما بيحصلوش نقص في جسمي علشان اخده من برة علشان يساهم في عملية التخسيس. بالاضافة ان الـ FDA قالت ان مفيش علاقة مؤكدة ما بينه وما بين علاج لمقاومة الانسولين. لو حد عنده نقص حاد في الكروم بيتعالج بجرعة 10 مايكرو جرام، ودي جرعة ضئيلة جدا، في حين ان اغلب الكبسولات والاكياس الموجود فيها ماده الكروميوم تفوق الجرعات الموجوده فيها حوالي 100 مايكرو جرام. الجرعات الكبيره دي يا جماعه للاسف بتبقى مؤذيه للكلى، وكمان يا جماعه مش مجديه في عمليه التخسيس. طيب يا جماعه ايه هي الاضرار والاثار الجانبيه؟ بيعمل ارق، بيعمل فقدان الرغبه بالنوم، بيزود الضغط، بيعمل لي عطش وجفاف للفم والجلد. لذلك من موانع استعماله نهائيا يا جماعه الحمل والرضاعه، مرضى القلب والاوعيه الدمويه، الضغط، السكر، الاطفال اقل من 18 سنه، مرضى الكبد، ومرضى الكلى. حقيقه هل له اي نتائج بدون نظام غذائي؟ لا يا جماعه، وهم بيبلغوك اصلا بانك انت تاخد المنتج بيقول لك لازم يا فندم تعمل معاه نظام غذائي علشان يجيب معاك نتيجه، لكن مش هيجيب نتيجه بدون اي نظام غذائي. في منتج تاني يا جماعه بيسمى نيو إيليت، ده العلبه بتاعته 32 كبسوله، انتاج شركه هيربال ماجستيك الاستراليه، السعر بتاعه 495 جنيه. المكونات بتاعته يا جماعه في فاكهه الكيوي، عصير التفاح، البطاطا الحلوه. عايز اقول لكم ان انا اتكلمت عن منتج من منتجات النحافه اسمه اديرو، كانت البطاطا الحلوه احد المكونات الموجوده فيه. يعني انتوا شايفين الاستخفاف بالعقول عامل ازاي؟ يعني منتج او مكمل غذائي حاطينه في منتج للتخسيس، وفي نفس الوقت حاطينه في منتج للنحافه. شفتوا قد ايه استخفاف بعقول الناس؟ كمان يا جماعه ماده الجارسينيا حاطين صمغ الغار، الياف المنان، ومستخلص الكونجاك. مستخلص الكونجاك انا حذرت منه يا جماعه
ان تاخدوه في اي ادويه من ادويه التخسيس، واحط لكم لينك الفيديو بتاعه اسفل الوصف بتاع الفيديو. كمان يا جماعه ماده جوز الكونينج، وده نوع من المكسرات بيحتوي نسب عاليه من الدهون الصحيه بس بتسبب زياده الوزن وليس تخسيس الوزن. لذلك يا جماعه ينصح بعدم تناول منتجات الالبان الا بعد ساعتين من تناول المنتج، سواء اللي هو المنتج إليت او نيو إليت. بقولها صراحه، احذروا الدعايه المضلله للادويه. فالادويه ليست للدعايه، الادويه للتوعيه، الادويه للاستخدام الطارئ وليست للاستخدام العشوائي. اي حد يا جماعه هيظن ان تناوله لاي دواء هيعدي على مخه وخلاص، فانت محتاج تراجع نفسك. رحله التخسيس من الرحلات اللي بتتطلب الصبر والالتزام. اذا كنت تحلم بفقدان وزن كبير جدا في خلال وقت صغير فانت واهم. في ناس كتيره في انتظار شخص مثلك لتحقيق الارباح من وراء اوهامه. اقول لمروج الوهم للناس، لن يكون احد بمأمن من لدغاتي في حاله الاضرار بصحه الناس واستغلالهم ماديا. واقول للجميع انشروا التوعيه الصحيه السليمه لكل الناس بكل مكان. وليكن الغذاء هو دوائك، وليكن الطب هو غذائك. من له اذنان للسمع فليسمع. لا تنسوا متابعتي على صفحه الصحه والتخسيس على فيسبوك لمزيد من الفيديوهات القصيره حول الصحه والتخسيس. لو عجبنا الفيديو يا جماعه ما ننساش نضغط لايك للفيديو، اشترك في القناه، وانفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. شكرا ليكم، كنتم مع دكتور حنس حشمت. الف سلام.